نقدم لكم السيد شاعر الملك غادي يدير لنا واحد القصيده بهذه المناسبه. شكرا. وليتفضل. عيد ميلاد نبوي مبارك يا صاحب الجلاله. أعد ذكر في الكون علينا حلت، من ميلاده سبق الدنيا وما أقلت، والسماوات السبع وما قد أضللت، من به وليت أنفس زاغت ودرت، ووحدت الله بعدما أوثانا عبدت، كريم من كرام منه نبوءة نبعت، حتى أمه لم تتعب لما به حملت، وبمولده أرض بعد جذب اخترت، والآفاق بمولده في كون أشرقت، واهتزت عروش كسرى مهما بعدت، وأثناء رضائه معجزات لهم بدت، رأتها بئره لما أسباب عيش أقصبت، كيف لا ورسالته في كتب سماء ثبتت، رسل قبله لأممها وهو رسالته عمت، من سمعه ولم يؤمن به نفسه هلكت، بأعين الله نما ولنفسه نفسه اصطنعت، فتوب لك يا سادس ولأمة حكمت، نسل ممن له الكرامات كلها جمعت، حاشا أن يخيب الله لك دعاء دعوت، ما إن استقيته حتى سماء بغيث جابت، وما ذاك إلا دليل أن دعوتكم استجيبت، وبكم تأملت أرض وبالخيرات ملئت، فشكر لله من به كل الخلائق رزقت، وإياه نسأل حفظ بلدنا من فتن عمت، وحفظك وولي عهدك وأسرة تمجدت، وشكرا.